ولا مدرب نتائج ولا اداء؟ ما انت الكلام ده تحاسبني لما يكون عندك فرقه، انما انت ما عندكش فرقه. ده انا بحكي لك كل الكلام ده ماشي. عشان ايه؟ بص، عايز تتفلسف معايا انا وتتكلم مش معايا، بتفلسف، اسمعني بس انا عشان ما... بسألك اسئلة. يعني موسيماني يا جدع يا جدع، خليك بقى انت يا عمر، شيل ابوك من قدامي يا عمر. يا جدع موسيماني، انت هتجيب الجنه للنار، وربنا موسيماني لو مسك ماتشين في الممتاز بلا يجري والمصحف لا هيشيل اربعه وخمسه وسته. تقول لي ده خلاص يسمع النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر، هيمسك في الممتاز بيه وقارني بيه؟ عيب عليك يا جدع، وربنا عيب عليك. انا بتكلم على النتائج، يا جدع سيبك من النتائج، مع النتائج ده بطولات. انا قلت لك، موسيماني بقاله قد ايه مع قلت لك النادي الاهلي؟ مسكني فرقه زي مثلا عماد النحاس، المقاولين ده فشل وفشل ذريع. ليه؟ لان بقاله سنتين مع الفرقه، وانتوا مدين له السنه اللي فاتت احسن مدرب، قلت لكم بكره هتعرفوا ان هو مدرب عادي اهو. ودلوقتي 9 ماتشات جايب منهم كام بونت، مع ان الفرقه الوحيده اللي مستقره بعد الاهلي والزمالك، يمكن بعد الاهلي المقاولين. يعني اللي حصل منك ده مش ضغوط يعني؟ ضغوط انا يعني بيتقال رضا عبد العال اللي بيقطع في مصر لما نزل الملعب مفيش، يعني مفيش نتائج، ده مش ضغوط. طيب بعد الفاصل. لا لا مش بعد الفاصل، بعد الفاصل بقى نرجع نكمل مع الكابتن.